بتاخذ كيلو بتدفع حق نص كيلو، بتاخذ كيليين بتدفع حق كيلو، يعني نص القيمه يا غالي. سمعتك عمك ابو عمر سمعتك شي دراسي دمشقي اجانا. شو سي دراسي؟ يعني هلا صار فيني اخذ نص وقيه بدل ربعويه. يا عيني يا سلام، ناشيت معه هالمره، ناشيت مع ناشيت معك يا ابو نجيب. يا سلام، الله يخنس هذا ابو عمر. هلا بدل ما عمه ابو عمر يبحبح له اياهم صاروا مبحبحين خالصين. يا سلام، بدل الكيلو تاخذ كيليين. يا عيني عليك، هاني هاني يا ابو نجيب، هاني لنورجيهم شو الوضع وشو الترتيبه. يا سلام، كيلو كباب جاج غير شكل من عند عمك ابو عمر. مناتنا ومسقسه والشيش كمان، ها كان ب 500 صار ب 250. ايوه لكن سيد راسي جيب العيله يا غالي وتفضل، اطيب كيلو كباب 250 ليره. يا سيد راسي يعني كانت شو عم بيجي؟ يعني هلا نص وية صارت ب 25؟ كلم سيد راسي. يا سلام يا سلام، لا خذ لك شي كيلو ابن شي. يا عيني ما بسخن سيد راسي، ما بسخن. شو هي بكفيني اخي؟ هو ما بيسخى، انت بدك تسخى، جيب العيله وتعال لعندي بكيلو كباب غير شكل بهذا الفرع سيد راسي. ها لكم هذا الفرع سيد راسي، الفرع الاول البيت الدمشقي القديم كلياته. تعال هلا ورحب بهالشوارب السحب. يا سلام.